إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا الله صل على النبي.